بالعاصمة والولايات المجاورة استاء معظم مرتدو القطار من تأخر الرحلات المبرمجة، ما جعلهم يقضون ساعات طويلة في معظم المحطات، فيما اضطر البعض إلى مغادرتها ليجدوا أنفسهم في رحلة بحث عن وسيلة نقل أخرى. تفاصيل أكثر مع ياسمين أدهيمي. لم يمر حريق غابات ثنية بردا وسلاما على مستعملي القطارات، حيث عرفت معظم الرحلات المبرمجة من العاصمة باتجاه الناحية الشرقية تأخرا كبيرا أخلط الحسابات على المسافرين. ثلاث سوايع من ذاك ديباسي كامل، ما كاين والو، غاشي، الناس ما تركبش. بون صباح انا كي جيت ديجا قال لي شطاد اللي طريق قال لي فيه روطار. فوالا، كي روطار قال لي روطار تا واحد ساعة، باسكو انا نركبو خطرة في 15 يوم، خطرة في 3 سمانات. بون، كي سقسيتو علاش؟ قال لي كاين جهة ما على بريشوين، قال لي شاعلين النار. جا باسكو يستنى ساعة ما كان والو، دوك يعاود يخرج يروح، بأغلبية تاع الناس كاع راحوا. كان فوالا كان يخرج من يحكموا لي باش هذوك يروحوا مع السخانه هذه شتي الحاله، وكان ثاني اللي يروح في تراموي ويقعد يبدل شي صار. تأخر الرحلات تزامنا وفترة العيد جعل الكثير من المسافرين يعتقدون أن العمال دخلوا في إضراب غير مسبوق، فاختيار وسائل نقل أخرى كان الحل الأنسب ولو كلفهم ذلك غاليا. كان شلل في استغلال خط الجزائر العاصمة الليبية البارحة ابتداء يعني من الساعة 7 مساء والعاشرة ليلا، من جراء هبوب الرياح القوية اللي شهدتها العاصمة البارحة، وتم سقوط أشجار يعني على الكوابل الكهربائية مما أدى إلى توقف سير القطارات. ورجعونا الخط الأول ما بين القرص والتنية، الخط الأول رقم واحد اللي راهو دخل في الاستغلال ابتداء من الساعة 9 صباحا، الساعة 12 إن شاء الله ابتداء من الآن. مع دخول فصل الصيف ستعرف محطات القطارات بالعاصمة والولايات المجاورة حركية غير عادية، ما يستلزم تنظيم برامج رحلاتية كافية ومريحة تنهي معاناة المسافرين.